سلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم بسلسلة فيديوهات منحة سعيد فاونديشن. السلسلة اللي رح أتكلم فيها بتفصيل عن المنحة ابتداء من تعبئة الطلب وحتى التحضير للمقابلات. منحة سعيد فاونديشن هي منحة مقدمة من قبل منظمة سعيد للتنمية، منظمة مقرة المملكة المتحدة. المنظمة بتطلع كل عام ما يقارب 20 طالب أعمارهم تحت 35 من بلاد الشام، سوريا ولبنان، الأردن وفلسطين. المنظمة بتطلع طلاب ليدرسوا إما ماجستير وإما دكتوراه، وهي سلسلة الفيديوهات حتتكلم فقط عن منحة الماجستير. المنحة هي منحة كاملة بتغطي جميع التكاليف، من ضمنها تكاليف المعيشة، تكاليف قسط الجامعة، وأيضا تكاليف السفر. مدة المنحة عام واحد لدراسة الماجستير، لكن بحالات استثنائية جدا المنظمة ممكن تقبل بماجستير مدته عامين. المنحة بتغطي جميع الاختصاصات لكن فقط بعدد معين من الجامعات اللي هي الجامعات الشريكة للمنظمة، موجود الرابط ضمن الشرح. متطلبات المنحة: أولاً، المنحة مخصصة للأفراد من بلاد الشام، سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين الموجودين ضمن بلادهم باستثناء الإخوة السوريين نتيجة الظروف الراهنة. ثانياً، من المفترض يكون معنا إجازة جامعية بمعدل 2.1 على النظام البريطاني. من المفترض نكون إما متخرجين من الجامعة أو بالسنة الأخيرة من دراستنا الجامعية. ثالثاً، يكون عندنا خبرة مهنية أو عمل تطوعي بنفس مجال الدراسة اللي نحن مقدمين عليه، ويكون عندنا خطة مهنية لأهدافنا واضحة ما بعد مرحلة التخرج. رابعاً، إنه يكون المتقدم مقدم على الجامعة اللي بده يدرس فيها والاختصاص اللي بده يدرس فيه ضمن المملكة المتحدة. خامساً، إنه يكون مقدم على فحص الآيلتس أو حاصل على الفحص بشكل مسبق. سادساً، أنه يكون عنده خبرة قيادية وعنده السمات القيادية ويكون مأثبت هذا الأمر بالحقل العمل أو الدراسة تبعه. الشرط السابع، أنه الشخص يقدم جميع الوثائق المطلوبة للمنحة. أهم الوثائق هي شهادة التخرج ومصدقة كشف العلامات، أيضاً 3 رسائل توصية وإثباتات بأنه الشخص قدم على الجامعة وأنه يمتلك فحص الآيلتس أو قدم على فحص الآيلتس. كيفية التقديم على المنحة: الشخص اللي حابب يقدم على المنحة من المفترض انه يعبي application online. الابليكيشن لمنحة سعيد بتفتح كل عام تقريبا ببداية الشهر الثامن وبتسكر كل عام بنهاية الشهر العاشر. بالنسبة للعام الحالي عام 2018 الديدلاين هو ب 1/11/2018. مراحل التقديم على منحة سعيد فاونديشن: المرحلة الأولى هي تعبئة الطلب أونلاين مثل ما ذكرت، وضمن هاي المرحلة مفروض نجاوب على جميع الأسئلة ونرفق جميع الوثائق المطلوبة. في حال كنا ناجحين بالمرحلة الأولى بنندعي إلى مقابلة، بيتم هذا الأمر بالشهر الثاني، بنندعي إلى المقابلة يلي حتكون تقريبا بالشهر الثالث. في حال كنا ناجحين بناخذ القبول من المنحة بالشهر السادس، بعدين بتبلش مرحلة الفيزا والتحضير إلى الفيزا الدراسية، وبتبلش الدراسة بالشهر التاسع أو الشهر العاشر من كل عام. 6 معايير رئيسية المنحة بتركز عليها عند انتقاء المتقدمين. أولاً هي سمات القيادة. المنحة بهم يكونوا الأشخاص المتقدمين عندهم سمات القيادة، قدرانين يلعبوا الدور القيادي بمجتمعهم ويأثروا بمستقبل مجتمعهم. 2 هي مشاركة المعلومات مع مجتمعك. المنحة بتدور على أشخاص بدها تنقل التجربة اللي حصلت عليها ضمن بريطانيا والمعلومات اللي تعلمتها ضمن بريطانيا للمجتمع تبعك. 3 الخلفية الأكاديمية. المنحة بتدور على أشخاص عندها خلفية أكاديمية قوية وإنجازات أكاديمية قوية ضمن دراستك السابقة. 4 العمل التطوعي. المنحة أيضاً بهمها أشخاص يكون عندها سجل تطوعي جيد، أشخاص أكتف أو نشيطة ضمن مجتمعها ضمن المجال التطوعي. 5 اللي هو فائدة الكورس على مجتمعك، فائدة الدراسة اللي بدك تدرسها. المنحة بهمها جداً أنك تختار كورس يكون في له فائدة قوية على بلدك وعلى مجتمعك. 6 وأخيراً اللي هي أهدافك المستقبلية. المنحة بتدور على أشخاص
عندها أهداف مستقبلية قصيرة وطويلة الأمد، أهداف واضحة جدا، بهم أشخاص بيعرفوا كيف بدهم يحققوا أهدافهم وبيعرفوا كل الأمور اللازمة وعندهم خطة واضحة لتحقيق أهدافهم. نصيحتين أساسيتين للمتقدمين لمنحة سعيد. النصيحة الأولى هي اللغة الإنجليزية. مهم جدا نكون عم ندرس اللغة الإنجليزية من هاي اللحظة. المنحة بتتطلب مننا يكون معنا إما فحص لغة قبل التقديم أو أنه نكون مقدمين على فحص اللغة قبل التقديم للمنحة. وإذا ترشحنا للمقابلة للخطوة الثانية حتصير المقابلة باللغة الإنجليزية، فمهم جدا نكون عندنا لغة إنجليزية قوية لنقدر نسوق لحالنا أثناء المقابلة ونقدر نقنع اللجنة بأنه نحن الأشخاص الصحيحين لهي المنحة. النصيحة الثانية هي الكورسات أو الدراسة اللي بدك تدرسها أثناء تواجدك ببريطانيا. مهم جدا اختياراتك الجامعية الثلاثة اللي بدك تحطهم لمنحة سعيد تكون مختارهم بعناية فائقة. مهم جدا تعرف أنه هدول الثلاث خيارات هن خياراتك، ما فيك تطلع عنهم، فمهم جدا تختار الجامعة الصحيحة والكورس الصحيح بناء على مؤهلاتك وقدراتك. أي شخص بياخد منحة سعيد حيكسب أمرين اثنين. الأمر الأول هو أنك حتدرس سنة بأقوى جامعات، بواحدة من أقوى جامعات المملكة المتحدة، وهذا الأمر اللي حيكون له عائد كتير كبير على حياتك المهنية وعلى حياتك الأكاديمية. أيضا حتتعرف على ثقافات مختلفة من خلال تواجدك ضمن هالجامعة ومن خلال هالتجربة. والأمر الثاني اللي حيكسبه الشخص اللي قدر يحصل على منحة سعيد فاونديشن هو أنك حتكون جزء من شبكة خريجين باختصاصات متعددة متواجدة ضمن بلاد الشام. هاي الشبكة حتكون عون لك وانت حتعينها لتحقيق أهدافكم جميعا. وأخيرا بحب أختم معكم بهالرسالة. عملية الحصول على منحة هو أمر ليس مستحيل كما يعتقد الجميع. الأمر صعب، يتطلب عزيمة، يتطلب إصرار، يتطلب جهد، يتطلب سعي بالمتطلبات. مهم جدا أنك تبلش. كل سنة 20 شخص بياخدوا منحة سعيد وممكن تكون أنت هذا الشخص هذا العام. وإذا حدا عنده أي استفسار، بده أي مساعدة، أنا مستعد فيكم تتواصلوا معي عن طريق صفحة الفيسبوك اللي مخصصة للإجابة على استفساراتكم. الروابط كلها موجودة ضمن الفيديو. وإذا مهتمين تتابعوا سلسلة منحة سعيد وتتابعوا الجزء القادم اللي حأتكلم فيه عن الأسئلة الأكثر تكراراً، ففيكم تشتركوا بالقناة. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وبالتوفيق جميعاً.